ده المشاهدي الكرام، تحية طيبة أينما كنتم. هذا الخلق يحييكم القناة شكور لايف. اليوم غادي نشوف كيفاش يمكن لنا نعتنيو في شجر الطماطم، وكما كتشاهدوا كيفاش يمكن لنا أيضا أننا نقوم بجعلها تتسلق نحو الأعلى عن طريق هذا الخيط. إذن كما تشاهدون طريقة سهلة جدا، نقوم دائما بلف شجر الطماطم على هذا القنب المتسلقة كما تشاهدون، كما قمنا هنا وهنا. إذن دائما المرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا دائما بجديدكم. نقول لكم نحن دائما معكم ونقدم لكم المزيد إن شاء الله. إذا زراعة بيولوجية، زراعة مستدامة، زراعة صديقة للبيئة، لذلك لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد، ونحن في انتظار تطلعاتكم وآرائكم من أجل واقتراحاتكم، كما أننا سنوافيكم دائما بالجديد إن شاء الله، ودائما سندعم الزراعة المستدامة، فهي مستقبل للكرة الأرضية وصديقة للبيئة، وكذلك تحمينا من الكثير من المخاطر كالاحتباس الحراري والجفاف وما إلى ذلك. إذن كل هذه العوامل تجعلنا أو تتحتم علينا أن نقوم بزراعة بيئية، زراعة مستدامة، زراعة صديقة للبيئة، تحافظ على أو ترشد الثروات الطبيعية كالمياه وكذلك العديد من الأمور كالتربة، تبقى تربة جيدة وتربة ممتازة وكذلك، أو بالأحرى في الزراعة المستدامة يعني ممكن أن نقوم بالاعتماد فقط على الأسمدة العضوية التي ليست كيماوية. إذن ستبقوا معنا مشاهدة الفيديو إن شاء الله حتى النهاية حتى تتمكنوا من مشاهدة كيفية العناية بشجرة الطماطم. إذن كما تشاهدون هذه هي شجرة الطماطم. إذن كيف يمكن العناية بهذه الشجرة؟ ربما المشكل الذي تلاحظونه هو أن الشجرة كبرت ولم يتم ربطها لا بخيوط أو لا بشيء يتسلق معه. إذن لذلك سنريكم كيف يمكننا أن نقوم بتجديد هذه الطماطم ونترك لها العناية، أو نقوم بالعناية بها. إذن شاهد الطريقة كما تلاحظون. إذن أول شيء يجب قطع هذه الأوراق في الأسفل حتى نتمكن من رؤية هذه الجذور والتربة، وكذلك نسمح بمرور الهواء وأشعة الشمس. إذن كما تشاهدون الآن بدأت تظهر ملامح هذه النبتة. إذن فهي نبتة كبيرة كما تلاحظون، وما يمكننا قوله هو كما تشاهدون. إذن نزيل هذه الخلفات الصغيرة كما تلاحظون هنا، يمكننا أن نزيلها بهذه الطريقة أو باستعمال هذه الأداة الحادة. إذن كما تشاهدون هذا هو الساق الرئيسي، وهنا يأتي كما يتضح ذلك الساق الرئيسي من الجذر، ثم هنا تلاحظون على أنه هنا ساق رئيسي والبطاقة منه الساق الثانوي. إذن كما تشاهدون فهذا الساق فهو يضعف الشجرة رغم أنه كبر كما تشاهدون، فهو يضعف الشجرة. إذن سنقوم بقصه لأنه يضعف الشجرة، فسنقوم بقطعه هكذا. إذن كما تلاحظون قمنا بقطعه مباشرة من هذا المكان، وتركنا فقط الساق الرئيسي والساق الثانوي، فهما ركيزتان لهذه الشجرة. إذن كما تلاحظون سنقوم بربط هذه الشجرة من هنا كما ستشاهدون، ثم سنريكم كيف تتسلق النباتات. إذن كيف
سنجعل النبتة تتسلق. شاهدوك معنا طريقة سهلة جدا. إذن بعد ربط هذه القنب، إذن كما تشاهدون نقوم بهذا العمل، ومن هنا نقوم بوضعها هكذا، وكذلك نزيل كما تشاهدون جميع هذه الخلفات الصغيرة أو هذه الأفرع الإبطية، فنزيلها تماما ونترك فقط الساق والساق الثانوي على شكل في كما تشاهدون هنا، الصورة واضحة إذن على شكل في. إذن هكذا إذن دائما نتركه على شكل في كما تشاهدون. إذن نعم يتضح لكم ذلك. إذن أيها الرائعون سنكمل هذا الطرف الثاني الذي نقوم بوضع قنب كما تشاهدون من أجل أن يتسلق النبتة، وبالتالي تصبح لدينا نبتة جيدة. إذن كما شاهدتم نقوم بهذه العملية من أجل أن تتسلق بشكل جيد جدا. الطريقة السهلة كما تشاهدون هنا نقوم بهذه العملية، فالطريقة كما تشاهدون فهي نقوم بربطها بيد واحدة والأخرى. نقوم إذن الطريقة الأولى نضع إذن حتى تفهموا الطريقة، نضع الحبل بهذا ثم ندير من الجانب الآخر، ثم كذلك كما تشاهدون إذن بعدما الدورة الأولى نقوم بوضعه هكذا، ثم نمسكه ثم نقوم بجر، ثم نقوم إذا نقوم ب إذا ونقوم بسحبه هكذا، إذا نقوم بسحبه هكذا. إذا فالطريقة سهلة، وعندما نريد أن نزيله نضغط هكذا ونسحب، وبالتالي نقوم بسحبه.